اي والله، يعني كان ملف حاضر وبقوة في انا يعني استلمت الوزارة كان يوم احد، فبعد ما تعرفت على السادة اعضاء وسلم، طبعا مو تعرفت، انا اعرف كثير منهم، سادة اعضاء هيئة الرأي اللي هم السادة الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين، صعدت الى المكتب، فاول كتاب وصلني عن بطولة خليجي 25. طبعا هذا الكتاب هو جاء من السيد النائب الأول الأستاذ محسن المندلاوي، تحياتنا له، وهذا الكتاب كان بمطالعة من أحمد المبرقع لما كان وكيل وزير عند السيد. أنت أصلا يعني مو ببالك أنه راح تجري الأيام؟ أي يعني يعني تقريبا. فبمباشرة أجبت السيد النائب الأول وقلت له راح نشرع في فتح الملف. فاليوم اللي بعده اللي كان يوم الاثنين جمعت الملاكات وزارة المعنية بالملف، واجتمعنا من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 5:30 بدون ما نشعر بالوقت بصراحة. يعني مباشرة انطلقت إلى السيد رئيس الوزراء أنه هذا ملف يعني فقط العمل في المدينة الرياضية للسيد تأهيل محافظ البصرة مشكورا، لأن يعني هناك جزء من المبالغ الموجودة 5% يصير بها دعم للمؤسسات المنشآت الرياضية، والرجل يعني كان يساهم في إعادة تأهيل المدينة الرياضية. استثناء هذا يعني بصراحة ما كان أكو أي شيء عمل، يعني حتى اجتماعات اللجنة هي ماكو أي اجتماع، يعني المحاضر صفر، القرارات فعلا صفر. هي اللجنة التي شكلت ما عقدت ولا اجتماع، هي شكلت يوم 23/7 بأمر ديواني يرأسها رئيس الوزراء، صحيح. والنائب هو وزير الشباب. فانطلقت إلى السيد رئيس الوزراء، اضطررت أن أبقى إلى الثلاثاء، لأن أول اجتماع لمجلس الوزراء، صحيح. جلسة أو ثاني يوم ثاني اجتماع. الأربعاء جيت للبصرة. أوصف لي شعورك أول ما دخلت لملعب الميناء وأنت تعلم أنه خليجي 25 في البصرة، وشفت الملعب، نسبة الإنجاز أو الوضع بالحال اللي شاهدته، شنو اللي انتابك من شعور؟ كابتن عادل كان موجود، وياي، وكان يمكن حاضر بعض الاجتماعات الخاصة اللي أنا بصراحة يعني ربما تسببت في إعطاء صورة نمطية عني بالإعلام، لأن أنا ابتعدت عنكم يعني، وأنا يعني أعتذر لظرف البطولة.